السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد سيب لي لايك. إلغاء حفلة سعد المجرد في مصر بعد حملة عنيفة ضده على السوشيال ميديا. كان نزل إعلان من شركة كايرو شو بإقامة حفلة لسعد المجرد على أحد المسارح بالقاهرة، والإعلان ده عمل حالة كبيرة جدا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وده اضطرهم يحذفوا الإعلان بعد نشره بساعات. والحملة دي قامت ضد سعد المجرد من شباب الميديا، معتبرين إن ما ينفعش إقامة حفلة لشخص متهم في قضايا قدام المحاكم. التهم المتوجهة لسعد المجرد هي الاعتداء والاغتصاب على 3 بنات. في 2010 اتقبض على سعد المجرد بتهمة الضرب واغتصاب 6 في نيويورك، وبعدها ب6 سنين اتهمته بنت بالاعتداء عليها واغتصابها في فندق في باريس، وخرج بعد ما دفع الكفالة. في 2018 اتهم برضه باغتصاب بنت على شاطئ روفيرا في فرنسا، وبرضه خرج منها بطريقته. سعد المجرد اغنيته انت معلم واحنا منك نتعلم، الاغنيه المشهوره، عامله اكتر من 800 مليون فيو على يوتيوب، وعمل اغنيه قد الكلام باللهجه المصريه من فتره قصيره عامله اكتر من 80 مليون فيو على اليوتيوب. لكن اقامه حفله ليه في مصر قابلت حمله ضخمه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا تويتر، بعنوان مش عايزين سعد المجرد في مصر. وكان رد سعد المجرد بطريقته من خلال تغريدة على حسابه على تويتر: لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي. وضيف جنبها علم مصر، وبعدها علامة اللف أو اللي هو القلب، بعدها علم المغرب اللي هي بلده. ودي كانت قصة سعد المجرد وحكاية الهاشتاج المتصدر تويتر اللي هو مش عايزين سعد المجرد في مصر. وبكده انا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. ما تنساش تسيب لي اللايك الجميل، وما تنساش لو انت اول مره تشوفني تنزل تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واللي جاي افضل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.